أنا على تليفون الربان هشام النعماني، خبير النقل البحري وعمليات الإنقاذ. أيضا الربان هشام النعماني هو أحد المشاركين في هذا الحدث الكبير والعظيم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. إزاي الصحة كده؟ والله إحنا تمام طول ما مصر بخير الحمد لله. مصر بخير طول ما فيها حضراتكم. الله يخليك. والله كلك ذوق، وده فضل من ربنا لينا والأهلنا كلنا الحمد لله. فندم أنا يعني فعلا محتاج أفهم كتير جدا من التقارير اللي قعدنا قريناها في اليوم الأول والتاني. شركات من كل حتة في العالم قالت استحالة، قالوا كده استحالة السفينة دي تتحرك من مكانها إلا بعد بضع أسابيع. أستاذ يوسف كل واحد بيتكلم على قد قدراته، دي قدراتهم بره. الله أكبر. ايوه كده ايوه كده، قول يا فندم. كمان كل واحد بيتكلم على قد امكانياته وقدراته. بص انا كنت زمان بلعب سباحه ووتر بولو، فيقول لك صدره عريض وبتاع، فيعني أيوة. خليني كده انفش اكتر والنبي. قول يا فندم. قول. خد راحتك واحنا وراك دايما. لا ده احنا اللي وراك يا فندم. الله يخليك. والله الله يخليك يا فندم. هم فعلا بيتكلموا طبقا للحسابات التقليديه النمطيه، واخبال حضرتك، لكن احنا ولاد الفراعنه ما عندناش الحسابات دي. احنا بنشتغل بالعلم وبالحسابات وكل حاجه، لكن احنا ناس وقت ما المعدن بيطلع وقت الازمات، ودي مش جديده في مصر في كل المجالات وعلى مدار تاريخها من ايام الفراعنه فعلا حتى يومنا وستظل كذلك. الله اكبر. طب يعني ربنا هشام دلوقتي فضل. الشركات الكبيره دي بيعرفوا يعملوا حساباتهم وعندهم الطاقات بتاعتهم وعندهم خبراتهم وموانئ كبيرة، شركات اشتغلت مع روتردام وشركات اشتغلوا مع لندن وشركات اشتغلت في بنما وحاجة عظمة، وعندهم علم. احنا عندنا علم برضو، بس العلم بتاعهم وامكانياتهم والفلوس والشعر الاصفر والحاجات دي قالت اسابيع. ايه السر؟ والله انا بتكلم بجد. ده كلام حقيقي. ماشي انت بتتكلم بجد، وهم إيه بيتكلموا بجد برضه، هم بيتكلموا بجد. وهو ده في حاجات كتير جدا يا استاذ يوسف. اولا العلم دوت الحمد لله موجود عندنا، واحنا عندنا كوادر عاليه جدا في هذا المجال، واحنا بنستخدمه وبنشتغل بيه، ولازم نحسبه والا ما نبقاش مسيرين للعصر وللاحجام البشعه بتاع التطور السفن دي. ما ينفعش نبقى عايشين في الاساليب القديمه الباليه، انتهى العهد ده خلاص. كل حاجه لازم تبقى بالحساب وبالتكنولوجيا وبالعلم الحديث كله. لكن في حالات بتبقى بتستلزم من حضرتك اعمال للعقل. مش كل حاجه بالحساب، واخبار حضرتك. الحساب طبعا احنا اشتغلنا بالحساب والحساب صح، لكن في حاجات لازم حلولها تبقى زي ما بيقولوا كده بره الصندوق. صح. والحاله دي من اعقد عمليات الانقاذ لسفينه جانحه اللي انا شخصيا شفتها في حياتي العمليه كلها، واخبار حضرتك. عمليه مركبه فنيا ويصعب شرحها في كلمتين، واخبار حضرتك. فالعملية المعقدة ديت ما تنفعش تتحل بالأساليب النمطية اللي موجودة في الكتب. لازم تخرج بره الصندوق عشان تعمل الإنجاز اللي انت عملته ده. وده اللي حصل فعلا، لأن احنا عندنا ناس على هذا المستوى والحمد لله. دايما يقولوا المصري ذكي يا فندم. احنا كنا نتعلم في المدرسة او حتى في الجامعة انه المعادلات الرياضية ممكن يبقى لها اربع خمس طرق للحل. ساعات يبقى في واحد فز يطلع الطريقة السادسة او السابعة اللي ما خطرتش على بال حد تاني، وممكن في الطريقة السادسة او السابعة دي مجرد انه يطلع المعادلة دي ياخد فيها دكتوراه. ايوه صح كده. هل اقدر اقول انه احنا بنحل الازمة دي احنا المصريين كما جرت العادة جابوا التايهة
وعرفوا يطلعوا حاجة ما كانش حد بيشتغل بالطريقة دي قبل كده، أو استخدموا مثلا معادلات رياضية مختلفة، أو قالوا إحنا هنشتغل بزاوية تانية غير الزاوية المتعارف عليها؟ مش هنسرح قوي كده، عشان برضو نبقى عقلانيين وواقعيين وبنتكلم الحقيقة. اللي إحنا استعملنا طرق زي ما تقول إيه، خدنا من كل بستان زهرة، واخبار حضرتك الحالة دي بيستخدم فيها كذا، والحالة دي بيستخدم فيها كذا، والحالة دي بيستخدم فيها كذا. فإحنا اللي إحنا فيه دوت زي ما قلنا حالة مركبة، فممكن ناخد فكرة صغيرة من الظروف دي، وناخد فكرة صغيرة من الظروف دي، ونركبهم على بعض تقوم تنجح معانا، بتعمل خلطة سحرية. وده اللي حصل، احنا عملنا خلطة سحرية هتدرس في عمليات الإنقاذ على مستوى العالم. طيب لو أنا طلبت من الربان هشام النعماني إنه يديلي بشكل مبسط سر هذه الخلطة، يعني عملنا يعني، بص يا يوسف عشان انت مالكش في الحاجات دي، احنا هنشرح بمنتهى البساطة ليك وللمشاهدين، احنا عملنا 1 2 3 4، وبالتالي عومنا السفينة في 6 أيام بدل ما تاخد لها مثلا 21 يوم ولا 28 يوم. بص يا يوسف باشا، اولا بغض النظر، انا هجاوب على حضرتك على السؤال، بس بغض النظر عن ان الخلطة نجحتنا في 6 أيام بدل 2 3 أسبوع، احنا مش الخلطه دي نجحتنا في 6 أيام بدل 2 3 أسبوع، لا، احنا النجاح في ان احنا هربنا، ونجحنا في ان احنا نهرب من السيناريو 3 بتاع تخفيف الشحنه. ايوه طبعا، هو ده الانجاز، هو ده الانجاز. صح. الحقيقي في هذه العمليه مش عدد الايام، عدد الايام ممكن يوم او 2 زياده او اقل مش هيفرقوا الدنيا قوي، واخد بال حضرتك، لكن اللي يفرق ما بين السماء والارض انك قدرت تهرب، واخد بال حضرتك، من سيناريو 3 بتاع تخفيف الشحنه. وما ادراك ما تخفيف الشحنه؟ وما ادراك، مش موضوع معدات، انا بقول لك من خبره، لو تواجدت كل المعدات ممكن نقعد شهر بننزل شويه الكونتينرات اللي احنا عايزين ننزلهم عشان نخفف شويه من حموله المركب دي. صح. أنا حاولت أقرأ فيها فلقيت إن المسألة صعبة جدا، عشان كمان الحفاظ على اتزان السفينة. لا 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 لا، يعني الاتزان ده يعني ليه حدوتة تانية، ولازم بيتحسب، والكمبيوتر اللي بيحسب الاتزان دلوقتي ما بقاش يدوي من صعوبة الموضوع ده، أنت متخيل؟ في مركب عليها 20,000 حاوية، كل حاوية جواها وزن مختلف، الحاوية دي جواها 20 طن، الحاوية دي جواها 13 طن، الحاوية دي فاضية، الحاوية دي فيها 40 طن، مين يقدر يقعد يحسب يحط دي هنا ولا نحط دي هنا، عشان المركب في الآخر زي ما انت بتشوفها عين على المية كده متزنة بسم الله ما شاء الله 10 على 10. البني آدم ما يقدرش يحسبها، الكمبيوتر هو اللي بيحسبها، بيقول لك حط ده هنا وحط ده هنا وشيل ده من هنا وشيل ده من هنا، واخد بال حضرتك؟ حلو جدا. فالحسبة دي موجودة ومش بتاعتنا، وصعب ان يحصل فيها خطا، لكن المشكله في التنفيذ، الهاندلنج نفسه، تداول الحاويات من على المركب للمكان الثاني اللي هتنزله فيه، سواء مركب ثانيه او برج وتبر. واخد بحيطك، انت عشان تنزل تجيب رفعه عائمه بنسميها الفلوتنج كرين دي، لازم اولا هتيجي مقطوره من بره لانها مش موجوده في مصر خالص، دي عشان تيجي مقطوره يوم ما تتمعظم بتمشي بسرعة القطرة اللي قطراها وماشي بيها في البحر، بتمشي بسرعة لما تتمعظم 10 كيلو في الساعة. يعني لو جات لك في إيطاليا، من إيطاليا مثلا أقرب حتة في أسبوع، يبقى ده إنجاز كبير قوي، تخيل بقى. الله. مجرد إنها توصل، ده عشان توصل لحد عندي بس، ولسه ما اشتغلناش، عشان تجيب المعدة بس، يعني المعدة تبقى عندك وتبتدي تشتغل، عشان تبتدي بقى تنزل الحاويات من فوق من ارتفاع 52 متر، واخد بال حضرتك، وانت المركب واقف على الرصيف، معدلات الشحن والتفريغ للحاويات دي، مركب واقفه وثابته، وفي رفعه وولد محترف بعمال يشيل ويحط من المركب للارض ومن الارض للمركب، بيعمل له في الساعه مثلا حوالي 30 حاويه، واخد بال حضرتك. احنا لو عرفنا نعمل 100 حاويه في اليوم بالطريقه دي، كنا نبقى يعني جبابره، تخيل بقى. وانا عايز انزل لي مثلا 2000 حاويه،
وانا بعمل 100 حاويه بس في اليوم. الموضوع كان يعني كابوس ممكن يجي للواحد وهو نايم. واخد بال حضرتك؟ صعبه جدا. كون ان احنا قدرنا نتجاوز هذا السيناريو انا في تقديري هو ده النجاح في العمليه، مش عدد الايام. ما شاء الله ما شاء الله. طب دلوقتي المركب يا فندم بتخش بقى زي ما فهمنا يعني على منطقة البحيرات، مظبوط؟ اوريدي واقفة من ساعتها. حلو. وصلت ووقفت هناك. ده بقى اللي انا محتاج، من ضمن الحاجات اللي انا محتاج افهمها بصراحة، هي موجودة ليه في منطقة البحيرات؟ وهل بقى احنا بنبدأ نحرك السفن من الشمال والجنوب؟ السفن يا سيدي الفاضل خلاص اوريدي اتحركت. حلو. من الساعة 7 دخلت أول سفن من البحيرات ومن بورسعيد. السفن اوريدي في قناة السويس، القوافل ماشية من الساعة 7 خلاص. ما شاء الله. وبالنسبة للمركب هي واقفة في البحيرات، واخد بال حضرتك، لأن بيتعمل لها إجراءات لسلامتها. لأنها هي في البحيرات هتروح فين بعد كده؟ هتكمل عبورها، يا إما تطلع لبورسعيد يا إما ترجع للسويس. يعني معنى تكمل عبورها يعني إيه؟ يعني هتمشي في قناة السويس بتاعتي. صح. أنا ما أقدرش أمشيها في قناة السويس الا لما اكون ساتيسفاي 100%. طبعا. واخد بال حضرتك ان المركب دي امنه وسليمه عشان ما تمشيش في القناه تعمل لي كارثه تاني. مظبوط 100%. يبقى انا لازم اطمن على قناه انا غير طبعاً. ان انا اطمن عليها كمركب، هو صاحب المركب يطمن على مركبه وانا اطمن عليها عشان سلامه القناه بتاعتنا احنا. صحيح صحيح. الكلام ده بياخد اجراءات بيتعمل فعلا حاليا، ومع التحقيقات والكلام ده، الكلام ده ممكن ياخد يوم، ممكن ياخد 3، ممكن ياخد اسبوع، دي حاجات بقى مفتوحه للظروف بتاعتها. طبعا. وقت طبعا. ما تخلص ويبقى كله تمام، متشكرين يا كابتن، ما تجيش هنا تاني، مع السلامه. شيء اكتر من عظيم في اداره الازمه بصراحه. سيادة الربان هشام النعماني، انا بشكرك جدا 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 جدا، واشكر كل الاباطين وكل الاطقم الفنيه اللي اشتغلوا بصراحه في الموضوع. بس لازم نشكر يعني فعلا الابطال في هيئه قناه السويس. طبعا. وسياده الفريق اسامه كان أكيد. يعني على راس هذا الفريق أكيد. ليل نهار، ليل نهار بمعنى الكلمه، وعلى وقدام عيني انا شخصيا، ويعني دعم بكل شيء للرجاله بتاعته، وده من الاسباب ربنا يعلم اللي هي وصلت الناس دي، لانها تخرج الطاقة الجبارة اللي عملتها وتوصل لهذا الإنجاز الجميل الجميل الجميل. والله ردوم صوتنا صوت سيادتك يا فندم. شكرا ليك مرة تانية، وألف ألف ألف شكر على الجهد اللي قمتوا بيه يا فندم. ألف ألف شكر. شكرا. حقيقي يعني من وجهة نظري المتواضعة، لكن على الأقل من باب الشغلانة، اللي حصل في الست أيام دول في إدارة الأزمة يتحول لدرس. ايه اللي جرى بقى فنيا، والاباطين اشتغلوا ازاي، والمهندسين والاطقم الفنيه، دي حدوته كبيره جدا ممتلئه بالتفاصيل الفنيه. انا اعتقد ان دي اكيد اكيد هتبقى في يوم من الايام ليها كده زي فصل او صفحات ثقيله تدرس للطلبه في الكليات المتخصصه في هذا الموضوع متعلقه بالنقل البحري و و و و و لكن اداره الازمه من اللحظه الاولى، التصريحات، التغطيات، الأرقام، الحقائق، المتابعة، التواصل مع الصحافة بأشكالها المختلفة، إدارة أزمة 10 على 10 على 10 على 10 على 10 لحد ما نطلع فاصل. أفضل أقول لكم 10 على 10.